لقاء يندرج في إطار الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. جدل كبير سبق لقاء الترجي والنجم الخلادي حول ملعب المباراة. هل يكون ملعب المنزه باعتباره أن الترجي هو الفريق المضيف أم ملعب التجوري بابن خلاد نظرا لأنه فريق الوطن القبلي لعب لقاء الذهاب خارج القواعد ومن حقه باش يستقبل منافسيه على ميدانه رغم أنه قانونيا هو ضيف على الترجي. علاقتنا باهية مع الإسبيرانس، جاو لابن خلاد مرحبا بهم، سواء مشينا الرز زاد ما يقلقناش احنا، الرابطة قررته والقرار تشوفوا اليوم ماتش ابن خلاد. الليغ قالوا خذت قرار في اجتماع يوم 13، أضعف الإيمان كي تاخذ قرار تعلمني به، أضعف الإيمان في أي بلاصة في العالم باش نجم نستينف. احنا ما علمناش بالقرار هذا إلى اليوم. من بعد ما رعنا إلا الأسبوع هذا جينا ديزينياسيون في رادس من الليغ هي بيدها. بعد يوم باريوم باغيت ماجيك اللي احنا نعرفوها مليح شنو هي الباغيت ماجيك هذه، الترجي الذي تونسي يلقى روحه يلعب في ابن خلاد يقبل في ابن خلاد. الترجي مره اخرى بتواصل غياب الكاميروني يانيك جانك غاب على الترجي لعمق الهجوم اللازم، واضطر للتعويل على يوسف المساكني كقلب هجوم واحيانا كريم العواضي دون نتيجه. وحتى المحاولة اللي قادها وجدي بوعزي وانفرد على إثر بالحارس لم تغير من واقع اللقاء. وأهم فرصة للترجي في الفترة الأولى جاءت من مخالفة نفذت ثنائية بين الدربالي وبوعزي، لكن رأسية المساكني استلمت بالعارضة، عملية رد عليها الفريق المحلي بهجوم عاكس في الدقيقة الأخيرة، لكن التستوري يتباطأ يعطي الفرصة لدفاع الترجي للعودة. هجوم انتهى بتسديدة ضعيفة من محمد علي بن حمود. تحس الجماهير اللي تعمل في تلة ولا ثم إمكانية أنه رجوع في الأفق للترجي؟ واحد استغل وجوده في تونس الشامبيون وفات في فرنسا، دونك واحد تلقى لوكازيون باش يجي بيس يجي يطلع على الجمعيه نتاعو. قبل انطلاق الشوط الثاني التاخير اصبح عادي في ملعبنا بسبب الاحتجاج على وجود الجماهير باعداد كبيره بالمدارج، ثم يستانف اللقاء في فتره ثانيه. سيطر الترجي على بدايتها وكاد المحيرس يسجل في اول كوره بعد دخوله التماس خطيره في منطقه الجزاء خطيرة والكرة فرصة الهدف والحارس سامي هلال. بعد الضغط الكبير اللي فرضه الترجي على منافسه قلبت الوضعية انطلاق الدقيقة 70 بعد عملية قادها بيجي وانتهت بتصويبة محمد عمارة عند حارس الترجي. ثم تجي الورقة الحمراء اللي تحس عليها محمد البشتوبجي بعد تدخله في وضعية آخر لاعب مع بيجي في الدقيقة 73. يتواصل بعدها سيطرة الخلاديين على اللقاء خاصة في الدقيقة 82 انفراد نجم الدين بن عمارة معز بن شريفية وكورته على العارضة لتعود أمام محمد التيجاني يضيع بدوره، ومرة أخرى بن عمارة يفوت فرص افتتاح التسجيل في لقطة غريبة أمام مرمى ترج. وبعد ما ضيع الفريق المحلي كرة اللقاء سامح الدربالي بدوره في الوقت البديل خير التصويب عوض التمرير لبوعزي ومر بجانب الهدف لينتهي اللقاء بالتعادل الثالث على التوالي للترجي ونقطة ثمينة لمنافسه اللي يتحسن أداؤه في الجولة الأخيرة. اليوم خليني أقول بكل صراحة كنت فرحان أكثر بخلاف الريزولتا كونه على مستوى الأجريسيفيتي والرياكسيون اللي عملوها الأولاد بعد ماتش وبعد دفات اللي نعرفوها كله ضد السيابي. الحاجات الإيجابية كانت حاضرة على مستوى الأجريسيفيتي على مستوى الديوال على مستوى حب هكا الرياكسيون اللي حابين نعملوها. نقطة تبقى إيجابية، طمعنا في 3 نقاط لكن يبقى ديما نقطة يمكن سيرتان مومون تنجم تكون ديسيزيف في وقت معين. On pourra chercher un nul. Bon, c'est une équipe Beni Khaled qui est bien organisée. Nous aujourd'hui, bon, c'est vrai que sans Yannick devant. واجهنا فريق منظم الصفوف. غياب يانيك نجانغ عن خط الهجوم خلق لنا بعض المتاعب. المنافس دفع في معظم ردهات المباراة وعول على نسج المرتدات. رغم أقصى محمد البشتوبجي سعينا إلى التسجيل. في العموم نقطة مهمة بالنظر إلى معطيات المباراة.